لا هو التضامن أول التنفيذ، قبل التضامن هو التنفيذ. هؤلاء قيل لهم ادخلوا مساكنكم، يجب أن يدخل الناس إلى مساكنهم. هذا الحظر الذي وقع الآن، هذا الحالة هي حالة ليست حاليا. ألا إذا قلت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من طبق هذا حينما دخل مكة فاتحا وكان يخاف أن يلتحم الذين جاءوا معه مع أهل مكة، أصدر هذا الأمر، قال من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان. معناه كان يجب أن يدخل الناس إلى بيوتهم، ودخل الناس إلى بيوتهم فلم يقع الحرب ولم يقع الالتحام ومرت هذه المعركة. إذن هذا نفس الحظر الذي نجده الآن لداع، ووقع في التاريخ دائما، إما في الحروب وفي في أشياء دائما تدخل دولة تقول الناس الزموا منازلكم حتى يمر هذا البلاء. فهذا بلاء يمر، وإذا ذهب الإنسان إلى بيته فقد ذهب إلى 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 جنته. مالك رضي الله عنه كان حينما ما سئل قال جنة الرجل بيته، إذا ذهب إلى بيته فقد ذهب إلى أهله، إلى أولاده، إلى من أناس كانوا في حاجة إلى أن يكون معهم. ويتعلم الإنسان أن يفكر وأن يخلو بنفسه وأن يعتكف وأن يقرأ، وهذا الشيء المطلوب، فلا شيء في هذا أبدا. طيب حينما يكون الإنسان متحضرا وواعيا ومدركا لحدود ما يفعل، كل هذا نسأل الله تعالى أن يمر بخير، وأن تعود الأحوال إلى ما كانت عليه، وأن نتجاوز هذه الأزمة إن شاء الله.